أنه يمكن ارتكب بعض الأخطاء في بعض المقابلات، ولكن ليس في المركز اللي كيلعب فيه مع المنتخب، لأنه المركز ديالو الأساسي هو في قلب الدفاع. أنا أول مرة كنشاركه في قلب الدفاع، تنظن أنه قدم مستوى طيب، والحمد لله أنه الآن في المقابلة الجاية عندنا خيارات ديال عطوشي وخيارات ديال وترا، حنا غادي نشوفوا من هو الجاهز يعني ذهنيا أنه يكون في المقابلة التالية. تفضل. هو طبعا يعني احنا كنا مخططين اننا يعني نفوزوا في المقابله هنايا، لانه احنا اعتبرنا انه هذه المقابله النهائيه الحاسمه. مع الاسف انه تلقينا هدف يعني في اول دقيقه، كان هناك ارتباك يعني ليس فقط في الدفاع، يعني في المنظومه الدفاعيه ديالنا كلها. شيء عادي، احنا اليوم هذه مقابله نهائيه، نلعب امام خصم اللي هو قوي جدا، يعني الخصم الاهلي صراحه فريق محترم، فريق منظم، فريق تيتحرك يعني واحد السلاسه، واحد الطلقه، مع تغيير المراكز ديال اللاعبين المهاجمين. وشيء عادي جدا اننا نتعب اننا باش نخلصوا الكره، هذا شيء عادي جدا في كره القدم حتى العالميه. الكل لازم يدافع بشكل جيد، طبعا التحرك اللي كنا في الخصم هو اللي خلانا ان في بعض الاحيان اننا نتراجعوا، وهذا شيء عادي جدا، ولكن النوايا ديالنا كانت دائما اننا نسجلوا الهدف الاول. طبعا رجعنا في النتيجه، وكانت النوايا ديالنا اننا نسجلوا هدف ثاني. مع الاسف اننا اخطانا يمكن في التمريره الحاسمه، في التسديده ديال الحداد على مرتين، يمكن في التمريره الاخيره ما استطعناش اننا نوصل لمرمى الخصم، ولكن انا اظن انه مقابلة مجملها مقابلة لا بأس بها بالنسبة لنا حنايا، وننتظر إن شاء الله. يجب صراحة أن نطور مستوانا في المقابلة الجاية على أساس أننا نقدم مستوى يعني جيد. تفضل. 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 طبعا أنا قلت قبل قليل لأنه ما آمناش بالحظوظ ديالنا خاصة في المرتدات. صحيح أنه في كثير من الاوقات احتفظنا بالكره بشكل جيد، خاصه عن طريق بن شرقي اللي قدم مقابله يعني في المستوى الكبير. طبعا ما ننساوش انه الخروج ديال اوناجم في واحد التوقيت اللي هو سيء جدا، حتى هو ما عطاناش ديك القوه والسرعه يعني في الهجوم اللي كان ممكن ان نخلقوا متاعب لفريق الدفاع الاهلي. النتيجه ديال 1-1 صراحه لا تعني لنا شيئا حنايا كوداد، لان اليوم كانت النوايا ديالنا اننا نفوزوا في المقابله هنايا. وانا غير راضي على الاداء الهجومي ديال الفريق، واللاعبين تحتهم يعني معترفين بها، لانهم كانوا كينويو اليوم انهم ينهيو المقابله هنايا مع الاسف، لكن تتبقى دائما النتيجه لا باس بها، ويجب ان نجتهد، لانه الخصم فريق اللي هو قوي. في المقابله البيضاء لن تكون سهله، يجب ان نبذل يعني المجهود اللي هو مضاعف من جميع النواحي، وخاصه يعني من الناحيه الهجوميه. يجب ان نصل الى المرمى ديال فريق الخصم، لانه لا يمكن لفريق الوداد ان يركن للدفاع ويفوز يعني بهذا اللقب. السؤال لعبد العظيم قدروف. شي واحد مغربي يعطي فهمت؟ شي واحد مغربي يعاود يرجع ليا مش مشكل، معليش ثواني حاضر ثواني حاضر معليش ثواني حاضر معليش حبيبي. انا حسأله، ما حدش عايز يسأل قدروف اي سؤال؟ لا غنسول قدروف، ولكن اخر واحد ليا. اتفضل اتفضل. اخر واحد. واش هذا ما خلاش تعليمات اكثر اللاعبين انه شفنا واش كنا تغيير الطريقه الشوط الثاني، ثم خضروا تنعرفوا اللاعبين تجربه كبيره، دخلت الميدان اعطيك مركز اللي متعودش عليه، كيفاش غادي تسير المقابلات تاع التفليل لتعرف التواصل ديالك؟ وطبعا انه الخروج ديال اوناجم طبعا بعثر بعض الاوراق، لانه اللاعب الخضروف يعني ما عندوش نفس الامكانيات اللي موجوده عند او الطريقه ديال الامكانيات اللي موجوده هي مختلفه. طبعا الخضروف لاعب اللي هو لاعب ديال الوسط، وسط هجومي، وطبعا تيتحكم في الكره، في الاحتفاظ بالكره اكثر. لاعب ديال لاعب ونجم لاعب اللي هو سريع، اللي كي دائما تيبحث على السرعه في الامام والركض بالكره. يعني كانت هناك اختلافات طبعا يعني حتمت لنا اننا ما يكونش عندنا هذيك المرتدات القويه اللي كان ممكن نبغضوا فيها الفريق الخصم.
لكن انا اظن انه اللاعبين ما امنوش في بعض الاحيان بالحظوظ ديالهم انهم كانوا ممكن يسجلوا، لكن عندهم شوط ثاني خاصهم ينتفضوا فيه ان شاء الله بعد اسبوع في الدار البيضاء. تفضل. فبالنسبه اللي هنا في الاسكندريه، فبدايه المقابله فكانت ما كانش بالشكل اللي كنا بغينا نبداو به المقابله. سجلنا هدف، حاولنا اننا نبقاو مركزين في المقابله ديالنا، امنا بالحظوظ ديالنا، تسجلنا الهدف ديال التعادل، انتهينا الشوط الاول بالتعادل. الشوط الثاني ما مشيناش كيف كان خاصنا نمشيو، حيت كنا عارفين بلي الاهلي غيحاول انه يضغط بشكل كبير، الشيء اللي خلى مساحات في الظهر ديالهم، ما استغلناش بشكل جيد، ما مشيناش بالطريقه اللي كان خاصنا نمشيو بها. المقابله كنت بالنسبه لنا حنايا كلاعبين الا غادخل المستودع ملابس فغاتشوف رده الفعل ديالهم، فما راضيش على النتيجه. بحكم ان كان عندنا لا بوسيبيتي باش اننا نقدروا ننتصروا في هذه المقابله هذه، ولكن ما تسناش لنا الفرصه هذه، فغناخذوا المقابله ديال العوده ان شاء الله بواحد الشكل واحد اخر. الكل كيعرف ان غنلعبوا على ارضيه الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا اللي كتساندنا، وان شاء الله بالكاس غادخل للمدينه الدار البيضاء وغنديروا مجهدنا ان شاء الله باش غادي نحافظوا على اللقب. بالنسبه للمركز فسبق لي لعبت في مركز جناح ايمن مع المنتخب الوطني المحلي، والضروره دعات ان غد بعد اصابه الناجم باش انك غتدخل. الحمد لله قدمت واحد المردود اللي هو طيب، حاولنا اننا نكونسيرفيو البالون عندنا، سيرتو ان فريق ديال الاهلي حاول ان يضغط عندنا بشكل كثير، الشيء اللي خلنا مساحات وحاولنا ان نستحوذوا على الكره، ولكن كيف قال السي حسين عموته وكيف حنا تكلمنا في مستودع مازال قبل قليل، فما كانتش عندنا ديك النجاعه الهجوميه باش نقدروا نقتلوا الماتش، سيرتو ان كانت عندنا فرص اللي كنا نقدروا نسجلوا فيهم اهداف. شكرا. We'll be right back.